كالعادة مصر بتبهر العالم من جديد بحدث مذهل بكل المقاييس. 22 مومياء لأعظم ملوك وملكات مصر يتم تجهيزهم لرحلة أسطورية لينطلقوا من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. المومياوات الملكية اللي هتتنقل تم اكتشاف أغلبهم في خبيئتين: خبيئة الدير البحري داخل مقبرة في الجبل بالدير البحري غرب الأقصر، وتم الإعلان عن اكتشافها سنة 1881. في سنة 1898 تم اكتشاف الخبيئة الثانية في مقبرة أمنحوتب الثاني. زوجته الملكة تي هي اللي أنجبت له الملك الشهير أمنحوتب الرابع والمعروف باسم إخناتون. ويضم الموكب أيضاً مومياء الملك سيتي الأول اللي اشتهر بمقبرته المنحوتة في الجبل، وهي من أجمل المقابر في وادي الملوك، ونقوش معبد سيتي الأول في أبيدوس، واللي بتعتبر من أجمل ما أبدع الفنان في عصر الدولة الحديثة.